السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم جبت لكم وصفة المادلين بحبة بيض. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي زوج كيسان فارينة، نص كاس سكر، ولا بغيتي الحلاوة ديري كاسين لا ربع، نص كاس زيت، كاس حليب دافي، حبة بيض، كيس خميرة 10 غرام، هنايا ملعقة تاع الفيرميسير شوكولا، وهنايا عندي مبشور البرتقال. نبدا على بركة الله. هذا ديروها لوليداتكم الكوتي، راه بسم الله. هنايا نحط حبة تاع البيض، بسم الله، حبة تاع البيض، مانيسوش رشة تاع ملح، نخلطوها مليح. راني نخلط، راني نخلط البيض مع السكر حتى يولي الخليط ابيض رغاوي، ونحطو نص كاس زيت تدريجيا، غير بشويه نحطوه، ما نحطوش كاع، نفرغو الكاس. ونزيدو الحليب، حليب دافي، مانسوش مبشور البرتقال، نديرو كاس تاع الفارينة، نزيدو نخلطو هاد الكاس تاع الفرينة، نخلطو ونزيدو الكاس الساوج تاع الفرينة، نحطو هاد الكيس تاع الخميرة الوزن تاع 10 غرام، وهنايا نخلطو بسباتشيل، نزيدو له ملعقة تاع فيرميسيل شوكولا، نعمر القوالب، عندي أنا هذا نعمره، ونزيد هاد القوالب هاد تاع الحديد ندير فيهم، نستعمل هذه تاع الايس كريم ندير فيها وحده نعمرها، والفرن تاعي راه يسخن، ونديروهم يا 170 درجه لمده الطهي 1 إلى 25 دقيقه على حساب الفرن. بعد نرجع لكم باش تشوفوهم واجدي. عفوا، هنايا نسيت ندير لهم الكاوكاو ايفيلي، ندير لهم هنايا اذا عندكم كاوكاو ايفيلي نديرو هنايا، كاوكاو ولا عندكم لوز إيفيلي ديرو، نديرها على الوجه، ندخله للفرن، ها المادلين راه امامكم، يقطع لكم كميه وفيره، يدوها وليداتكم، يدوهم ديروها لهم كوتي
يدوها للمدرسة، وبالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكراً.